السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم عندنا تلفزيون، تليفون كان فيصل عم بفصل وبشتغل، بفصل وبشتغل. طبعا هاي الترانستور الجهد، تمام شباب. هذا الهون ترانستور اللاين، تابعت اول شيء الخط هذا اللي بروح على ملف النبضه، تمام. هاي الملف النبضه شايفين له 5 جرين، الجرتين تغذيه والجرتين بخرجوا على ترانستور لاين مشان يطلع. المهم عم يوصل بيشتغل، تابعت هيك الخط هيك رايح لوين، رايح هيك لهون موصل لهالمجموعه. طبعا رايح لهالمقاومه هي. المهم الحيمات هيك يعني بحرك البورد بتشتغل بتفصل، بتشتغل بتفصل الصوره رايحه هيك على مجموعه الاستيتر، هي مجموعه العمليات اسمها، تمام. المهم بدلناها اشتغل على 24، بس هلا واجهنا مشكله انه ما فيه صوت، تمام. طبعا مجموعه الصوت هاي، مجموعه الصوت المنطقه هون، تمام شباب. وهي رقم TDA 74 94، بدلت مجموعة الصوت ما هيك ما اشتغل. هلا محطوط هون على هاي قناة كراميش. المهم احيانا بيجي قفل الصوت، قفل. هلا انا هون لحمت تيلي، ما بعرف اذا شايفينه. هاي هيك اجى الصوت، تمام شباب. هلا هون في كمان مكثفة ومقاومات، بس هدول ملغيات، تمام. ملغيات يعني اساسه. نحن شو بنعمل؟ المكثف هاد طوله محطوط حرف السي اي 06، تمام. سي اي 07 هدول هون بنحطوا مكثفات، بس بنجيب تيل بنلحم من هون لهون، شايفين؟ اذا ملاحظين هيك يطلع الصوت. هلا بنرحمه، طبعا نحن شباب وقت اللي بيكون قاطع الصوت. هلا انا مثل ما لكم شايفين لحمت من هالمكثف للاجر اللي جنبه هون، شايفين هي التيلك هنا. ايه طلع الصوت. شايفين طلع الصوت بس موطى من التلفزيون. هلا اول شغله، اذا بدنا نعرف المجموعه شغاله ولا ما هي شغاله، هو وشغال التلفزيون من بل ايدنا هيك بنحط لها هيك شوي هيك بزاق، وبنحط سامعين صوت التكتكة. وقت اللي بيعطي صوت تكتكة هيك معناتها المجموعة شغالة، يعني عم بيعطي تكبير هيك وزوزة، تمام شباب. المجموعة بتكون عندنا شغالة، بقى بكون يا مكتوم الصوت يا فاتحين البرنامج السيرف لعبانين فيه صاير قطع الصوت. ايه قمنا وصلنا تيلي من هون لهون، تمام شباب. طبعا تلفزيون نوع تليفون كوين 21. واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير. طبعا شباب هي التلفزيون جاهز والصوت، تمام. طبعا بتعلي بدك توطي نظامي. هلا في بعض الاحيان بسحبوا من مجموعه الصوت يعني خط على تشكات الفيديو اوديو او على تشكات المشط، بعود ما بيعلي ووطي من جهاز التحكم، تمام. بس هون عندنا صار نظامي، بعلي بوطي وعلى 24. لست ادري، بلا مزاح مستحيل. هاي اللي نشرح لكم كمان عن طريقه السيرفيس. بالنسبه للتليفون كان طريقه فتح السيرفيس شباب، بنحط على هاي تاني وحده، بندخل عليها
تمام؟ استنوا لأرجع عادلكم يا يعني. بالنسبة لفتح السير، بس طبعا هذا اللي بإيدي جهاز عام، هذا نوع التلفزيون تليفون، كان كبسنا مينو دخلنا على هي تاني واحدة، نضغط 1 9 لا ما يمشي الحال، طيب ندخل هاي بنحط 1 9 2 3 تمام. فتح السيرفيس تمام شباب. ندخل هاي على تاني واحدة، رد عيد، بنحط 1 9 2 3 فتح السيرفيس معنا. هذو العيارات الفرتكال مع فرتكال، واهلا وسهلا بالشباب، اخوكم ابو منير.